صباح الخير، سامعيني؟ صباح النور دكتورة أسامة. المحاضرة الماضية طبعا كملنا حكينا about other type of the preparation which is used for النازل application اللي هي طبعا حكينا about variable type of the inhalant, حكينا about the characteristic, حكينا about the appropriate method for administration of النازل drop and the variable type of the inhalant. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل آخر بارت ضايل معانا بهذا الشابتر اللي هي بدنا نتعرف على المين بريباريشن which is used actually for the ear administration. معظم البريباريشن اللي هي which is administered بالear canal, طبعا الانترنال ear canal, هاي بنسميها otic preparation او بنسميها اللي هي oral preparation. هلا بالنسبه لsuch type of the preparation most frequently عاده بيكونوا محضرين as solution, ولكن في عنا other variable type of the dosage form منهم available اللي هم في منهم some preparation available as suspension وفي other which is available as ointment, ولكن مثل ما حكيت the most common type منهم اللي هم usually عادة بيكونوا available عنا as solution. هلا such type of the otic preparation اللي هم intended زي ما حكيت to be inserted بالear canal, internal ear canal, basically therapeutically بنستعملهم لل treatment of three condition اللي هي طبعا بنستعملهم للتريتمنت تاع الريموفال تاع الاكسسيف اير سيرمن, كمان بنستعملهم للتريتمنت تاع البين الانفكشن الانفلاميشن which is associated مع التشو تاعت الاير, و also used للتوبيكال تريتمنت تاعون السبيسيفيك تايب اوف ذا سكين كونديشن اللي بتبين عنا في منطقه اللي هي الاوتيك اريا. طبعا السكين كونديشن هاي يوجوالي عاده يتم التريتمنت تاعها باي ابلكيشن اوف توبيكال بريباريشن اللي هي يوجوالي عاده بتكون على شكل توبيكال اوينتمنت. خلينا ناخذ كاتيجوري كاتيجوري منهم نتعرف على المين انجريدينت, المين تايب اوف ذا دراج, المين تايب اوف ذا فورميليشن والابروبريت ميثود تاع الابلكيشن تاع الفورميليشن. حكيت هلا بيزيكلي بالنسبه عنا للاوتيك بريباريشن basically therapeutically حكيت بنستعملهم للتريتمنت اوف ثري كونديشن. اول كونديشن منهم اللي هي which is used للريموفال تاع الاير سيرمن او ما يعرف عنا بالاير واكس. بالنسبه عنا للسيرمن ريموفال سوليوشن usually طبعا هذا التايب اوف ذا بريباريشن بيجي عنا عباره عن سوليوشن المين تايب اوف ذا فيهيكل اللي بيستعمل في البريباريشن تاعه اللي هو يا اما انهيدروس جليسرين او بنستعمل البروبيلين جلايكول او ممكن نعمل كومباينيشن ما بين الانهيدروس جليسرين اند البروبيلين جلايكول بلس انه يوجوالي عاده such type of the preparation هاد يحتوي عنا على specific type of the drug اللي هي basically بيحتوي عنا طبعا على ممكن يحتوي على synthetic surfactant, ممكن يحتوي عنا على mineral oil مثل مثلا الانهيدروس جليسرين alone زي ما حكيت اللي هو بصير كاكتيف انجريدينت وفيهيكل في الفورميليشن, او ممكن يحتوي عنا على specific type of the vegetable oil like مثلا for example الكوتون سيد اويل in combination مع التايب تاعون الفيهيكل اللي حكيت فيهم, او ممكن يحتوي على الهيدروجين بيروكسايد. هلا in general why we are selecting such type of the combination between such active ingredient with such vehicle, هذا بيعتمد عندي على طبيعة اللي هي الإير واكسز اللي هو يعرف عنها بالسيرمن. هلا الإير واكسز أو السيرمن basically هو عبارة عن combination من secretion للسويت جلاند والسوبيشيوس جلاند اللي بيكونوا موجودات عندنا بالإكسترنال أوديتوري جلاند. هلا هدول السكريشن combination of those two type of the secretion إذا تركناهم to be dry فعليا رح يجوا يكونوا عندنا sticky semi solid. هذا الستيكي semi solid بيكون عبارة عن accumulation في قلبه shaded epithelial cell بيكون موجود في also fallen head
هاد موجود في داست سبيسيفيك فورين ماتيريال. هاي الكومباينيشن زي ما حكينا كلها بتكون موجوده عندي في قلب السيرمن اللي هو بتجمع عنا في منطقه الاير كانال. بالنسبة عندي للريموفال تاع السيرمن it is very important, لأنه لو تركنا السيرمن to be accumulated بالإير كانال فعليا اللي راح يصير عندي إنه السيرمن هاد راح يجي يصير عنا as impacted semi-solid material substance اللي هي راح تسبب عنا بين, راح تسبب عنا also itching, راح تسبب also impaired hearing, وبتسبب عنا also اللي هي defect أو problem في الـ examination تاع الإير كانال. بالنسبة عندي للكومباينيشن اللي موجودات في الفورميليشن مثل ما حكيت قبل شوي, حكيت basically كأكتيف ingredient بتدخل عندي في السيرم الريموفال سوليوشن كأكتيف ingredient. نستعمل عنا المينرال اويل لايك الجليسرين الون, او ممكن نستعمل اسينشال اللي هي الفيجيتابل اويل مثل الكوتون سيد اويل, او نستعمل الهيدروجين بيروكسيد. هدول الاكتيف ingredient يوجوالي عاده بنحضرهم عنا كسوليوشن في قلب فيهيكل, والفيهيكل عندي واحد من ثلاثة تشويسز, يا إما يكون الفيهيكل عبارة عن أنهيدروس جليسرين, أو بستعمل عندي البروبيلين جلايكول, أو ممكن أعمل كومباينيشن بين البروبيلين جلايكول والأنهيدروس جليسرين. بالنسبة عندي للتايب طبعا كأكتيف إنجريدينت أخرى كمان غير اللي أنا ذكرتهم هدول, حكيت كمان قبل شوي اللي هي ممكن يكون عندنا سبيسيفيك تايب أو سينثيتيك سيرفاكتنت كمان نفس الإشي بيكونوا موجودات بنفس التايب أو كفيهيكل. هلا واحد من البرودكت most commonly available in market which is used لـ removal تاع الإير سيرمن اللي هو بيحتوي عنا على كربامايد بيروكسايد كأكتيف إنجريدينت في combination من البروبيلين جلايكول and الجليسرين كفيهيكل. بالنسبة عندي لهذا التايب of preparation الكربامايد بيروكسايد in contact مع السيرمن, طبعا الإمباكت سيرمن بيجي بعمل جينيريشن للأكسجين, الأكسجين هون بيجي بعمل ديسربت عنا زي ما حكينا اللي هي الإمباكت انتجريتي تاعت الواكس, وبالتالي بيعمل له سوفتنينج, وبالتالي فاسيليتيت الريموفال تاعه. ليه اخترنا الفيهيكل للبريبريشن تاعون السيرم ريموفينج سوليوشن, يا اما يكون جليسرين يا اما يكون عندي بروبيلين جلايكول؟ اول شيء اخترناهم لسببين. السبب الاول انه بوث الجليسرين والبروبيلين جلايكول بوث اوف ذم الاثنين هذول لهم هاي فيسكوسيتي اللي هو فعليا بيعطي ادفانتج, ات ويل بي انكريز الكونتاكت تايم ما بين الميديكيشن وما بين التيشو تاعت الاير كانال, فبيحسن عنا البايو افيلابيلتي تاعت الميديكيشن, بلس كمان انه بوث اوف ذم الجليسرين والبروبيلين جلايكول يعتبروا هايجروسكوبيك ماتيريال, وبالتالي بيعملوا عمليه ريموفال للمويستشر اللي بتكون موجوده عندي بالانفلامد تيشو نتيجه تجمع السيرمن في قلب الاير كانال. سو بقللوا الانفلاميشن, اوسو بقللوا عنا الامانتا المويستشر which is could be available that for الجروث تاع المايكرو اورجانيزم في قلب الاير كانال. لذلك كان البيست تشويسز للفيهيكل اللي بنستعمله في such type of the solution اللي هو الجليسرين اند البروبيلين جلايكول. بالنسبه عنا للميثود تاعت الابليكيشن اوف سيرمن ريموفينج سوليوشن, طبعا البروسيس تاعت الادمنستريشن اوف such تايب اوف ذا سوليوشن ات ويل بي بيرفورمد على 3 سيكونت ستيب, ثلاث خطوات بيجوا بالتتابع. الخطوه الاولى اول شيء السوليوشن ات ويل بي بليسد انسايد الاير كانال وير الهيد تاع البيشنت should be titled بزاوية 45, ثم after that the patient should be placed on a plug of the cotton inside the opening تاع الإير كانال لحتى يسمح بالdeep penetration تاع solution, و maintaining طبعا البلاك تاع الكوتون for a period of the time عادة تتراوح ما بين 15 إلى maximum 30 minutes. After
this period of the time the patient لازم يعمل washing للإير كانال by warm water طبعا by using اللي هي soft rubber ear syringe بحيث انه هو يعمل removal for the water which is used for the washing. يعني بمعنى آخر أو كخلاصة لا اللي أنا حكيته آخر شيء هلا keep in the mind إنه السيرمال ريموفينج سوليوشن they are a preparation which is intended to be installed في قلب الانترنال إير كانال ولكن later on it should be removed from the إير كانال زي ما حكيت لأنه آخر خطوة لازم نعمل عملية washing by the warm water by using the specific soft rubber ear syringe. في عنا second clinical uses طبعا لا الاوتيك بريباريشن كمان حكيت ببداية المحاضرة اللي هي which is used للتريتمنت on الانفكشن الانفلاميشن او البين which is associated with الاوتيك area. So في عندي other type of otic preparation اللي هي بتشمل عندي anti-infective, anti-inflammatory and also analgesic ear preparation. بالنسبة للأنتي-Effective Otic Preparation طبعاً الـ most common type من الدرج عادة اللي بتكون موجودة in the such type of the preparation طبعاً الـ preparation هون عندي usually لو أنا مسكتها كأنتي-Infective مش Anti-Inflammatory Combination مع بعض كأنتي-Infective Alone usually عادة الـ preparation بتكون عنا عبارة عن Air Drop اللي هي يا إما بتكون عبارة عن Solution أو بتكون محضرة عندي as إيش محضرة عندي as Suspension. هلا في عندي بعض البريباريشن تاعت الانتي انفكتيف اوتيك اوتيك سوليوشن بيجي فيها كومباينيشن ما بين ثلاث اشياء اللي هي بيكون موجود فيها انتي بايوتيك ان كومباينيشن مع انالجيسيك ان كومباينيشن اوسو مع لوكال انستاتيك ايجنت تمام. بالنسبة عندي للمين تايب اوف انتيبيوتيك عادة اللي بيدخلوا في الـ such type of the solution اللي هي بتشمل عنا السيبروفلوكساسين also بتشمل عنا الأفلوكساسين بتشمل عنا also النستاتين النيومايسين وطبعا النستاتين عادة هون بنستعمله لأنه ممكن يكون سبب الانفلاميشن اللي موجود عندي بالإير كانال فنجس نوت ان بكتيريال ايجنت. بالنسبة عندي للtype of the vehicle which is used again في such type of the solution نفس الإشي اللي هي بنستعمل عنا جليسرين أو بنستعمل البروبيلين جلايكول أو بنعمل combination ما بين الجليسرين and البروبيلين جلايكول. أهم شيء إنه الجليسرين اللي بنستعمله سواء كان بالانتي افكتيف انتي انفلاماتوري انالجيسيك بريباريشن او اللي بنستعمله بالسيرمال ريموفر سوليوشن لازم يكون التايب تاع الجليسرين ات از ان هيدروس جليسرين تمام تمام. طيب ليش لازم يكون انهايدروس جليسرين؟ لانه قبل شوي حكيت لكم الهدف من استعمال الجليسرين شو هو يا رامي؟ شو هو يا رامي؟ دكتور يسحب المويستشر بالضبط واحد من الاهداف تاعته انه هو يسحب المويستشر نتيجه الهايجروسكوبيسيتي تاعته. فانا لو استعملت هايدروس جليسرين اوريدي بيكون في عندي مويستشر كونتنت سو الابيليتي تاعته انه هو يسحب عنا او يعمل دي هايدريشن للمويستشر اللي موجوده بالانفلام تيشو راح تكون جدا ضعيفه وبالتالي انا فقدت عندي ادفانتج للبريبريشن. لذلك لازم يكون عندنا الجليسرين المستعمل بالفورمولا ات از ان هايدروس جليسرين. بالنسبة عنا حكيت قبل شوي إذا بتتذكروا قلت لكم اللي هم يوجوالي عادة عندي من الأنتي إنفكتيف سوليوشن بيجي فيها كومباينيشن ما بين ثلاث أشياء اللي هي كومباينيشن عندي ما بين أنتي بيوتيك مع أنالجيسيك ايجنت لايك مثلا فور إكزامبل الأنتي بايرين إن كومباينيشن أوسو مع لوكال أنستاتيك اللي هي مثل البنزوكايين أو ممكن يكون موجود فيها اللي هي الباراموكسين هيدروكلورايد. بالنسبة لل التريتمنت تاع الانفكشن اوف الاير كانال يوجوالي عادة it will be performed by application of topical anti-infective otic solution وفي نفس الوقت in combination معها لازم we should be administered an a systematic antibiotic through اللي هي طبعا الاورال رود. بالنسبة عنا للانتي
anti-inflammatory. مش أنا حكيت إنه هي بتيجي عندي as anti-infective or anti ممكن تيجي as anti-inflammatory and analgesic. ال anti-inflammatory liquid preparation usually عادة the main active ingredient اللي بتيجي عندي في such preparation اللي هي بتحتوي عنا على corticosteroid plus in combination مع الكورتيكوستيرويد بيكون موجود معاها طبعا اللي هي local anesthetic agent مثل البنزوكايين أو البرموكسايد هيدروكلورايد مثل ما حكيت قبل شوي. هلا بالنسبة للأنتي إنفلاماتوري ليكويد بريباريشن طبعا يجولي عادة بنستعملها للتريتمنت تاع الانفلامد والسويلنج تيشو نتيجه اللي هي سبيسيفيك اليرجيك كونديشن او الريتيتيف كونديشن اللي هي which is could be getted through الاكزاميناشن تاع الاير او ممكن يكون اوسو السويلنج او الانفلاميشن اللي هي نتيجة طبعا the side effect after the treatment of infection was available بالإير كانال. بالنسبة عنا للأنتي-inflammatory otic preparation طبعا معظم الفيزيشن prefer بما انه الميجر اكتيف انجريدينت اللي بتكون موجوده بسوتش تايب اوف اوتيك بريبريشن حكيت عباره عن كورتيكوستيرويد. هلا موست اوف ذا فيزيشن prefer انه بدل ما نستعمل ليكويد اير بريبريشن نستعمل عنا ايش نستعمل اللي هي عباره عن اوتيك اوينتمنت. وطبعا يوجوالي هدول الاوتيك اوينتمنت which is containing ارجع عيد كورتيكوستيرويد كاكتيف انجريدينت كانتي انفلاماتوري ايجنت موجوده بالبريبريشن بيجوا عنا باكجت طبعا بالأوبثالميك تيوب. وليش بيكونوا بالأوبثالميك تيوب؟ لأنه أرجع أذكركم الأوبثالميك تيوب هو عبارة عن تيوب الماكسيمم كاباسيتي تاعته ممكن يستوعب عنا أمام تتراوح عنا تقريبا ما بين 5 إلى 15 مل بلس إنه بيكون في عنا على التوب تاع التيوب في عنا اللي هي عبارة عن بلاستيك نوزل. هاي البلاستيك نوزل which is facilitating easy تاع الادمينستريشن of a small quantity of the preparation للأريا من غير ما تضيع عندي البريباريشن. هلا such type طبعا of the product كونه أصبح عندي can be fitted to be used مع الأوبثالميك أريا مع الأوتيك أريا طبعاً الليبل تاعت البرودكت بيجي specified عليها اللي هي for eye and also for الأوتيك uses. بالنسبة لل anti-inflammatory otic preparation also rather than the preparation اللي حكيت فيهم قبل شوي اللي هو basically بيحتوى عنا على antibiotic in combination مع الانالجيسيك واللوكال انستاتيك او even حتى اللي بيحتوى على الكورتيكوستيرويد مثل ما حكينا in combination مع الانالجيسيك و also اللوكال انستاتيك. في عنا other type of the preparation اللي هي like مثلا for example في عنا anti-infective otic solution which is containing acetic acid بتركيز ما يتراوح ما بين 2 تقريبا إلى 2.75% من الأسيتيك أسيد بيكون محضر عنا في قلب فيهيكل اللي هو عبارة عن الألمنيوم أسيتات سوليوشن. وفي عنا also other type of the solution اللي هو عبارة عن بوريك أسيد. كمان البوريك أسيد بتروح عنا يوجوالي تركيزه بالسوليوشن ما بين تقريبا حوالي 2 إلى حوالي 5% ويوجوالي عادة بيكون عندي ديزولف طبعا بأيزوبروفايل ألكحول اللي هي بسميها الرابينج ألكحول أو ممكن يكون مذاب عندي بدل الأيزوبروفايل الكحول موجود عندي بإيثانول أو موجود عندي ببروبيلين جلايكول أو ممكن نستعمل alternative طبعا اللي هي الأنهيدروس جليسرين. طبعا such type of the solution زي ما أنتم شايفين يعتبروا عندي acidic solution. هلأ why we are using لأنه فعليا such type of the preparation بيعملوا عملية acidification للإير كانال اللي هي فعليا والفيهيكل اللي بنستعمله في البريباريشن تاعتهم زي ما حكينا لأنه بيسحب المويشتر من التيشو الإنفلام تيشو اللي موجودة عندي بالإير كانال نتيجة الهايكروسكوبيسيتي تاعتهم even حتى لو كنا مستعملين كحول بلس كمان
الفيسكوسيتي تاعتهم اللي هي فاسيليتيتنج اللونج كونتاكت تايم على التيشو ات ويل بي امبروف البايو افيلابيليتي تاعت الميديكيشن. هلا في عندي وان ديس ادفانتجز فعليا فور such تايب اوف ذا بريباريشن. هلا هاي التايب اوف ذا بريباريشن لانها اسيديك بريباريشن اكتشوالي ات از نوت سيف تو بي ابلايد تو بروكن سكين. لذلك usually عادة such preparation it is prohibited to be used specifically عند الأدلت أو child patient اللي هم بيكون في عندهم burst eardrum, يعني اللي بيكون في عندهم ثقب بالإيردرام. بالنسبة لا also ال treatment تعون ال infection أو ال inflammation تعون ال ear canal حالهم حال اللي هي الريموفال تاع الاير سيرمان. حكينا فيه الريموفال تاع الاير سيرمان بعمل عندي بعطي اللي هي كومباينيشن ما بين توبيكال برودكت بلس بعطي عندي سيستماتيك برودكت. نفس الشيء هون هلا بالنسبه عنا للانتي انفلاماتوري او الانفلاميشن تاع الاير كانال نفس الشيء بعمل كومباينيشن ما بين توبيكال تريتمنت وما بين سيستماتيك تريتمنت اللي هي يوجوالي نعطي ان كومباينيشن معاها اورال انالجيسيك ميديكيشن مثل الاسبرين. بالنسبة لل preparation عندي طبعا اللي هي for ال anti-infective otic solution most commonly نستعملها لل treatment تاعت acute otitis media. هاي ال preparation intended for multiple uses. لذلك usually liquid preparation منها طبعا liquid preparation من تاعتي هون اللي ممكن يكون فيها content of the water لأنه زي ما بتعرفوا إذا كان الفيهيكل اللي دخل عندي مثلا بالفورميلا قبل شوي هون ورجيتكم إنه ممكن يكون الفيهيكل اللي داخل بالفورميلا عندي اللي هي مثلا isopropyl alcohol اللي هي عبارة عن rubbing alcohol. هلا rubbing alcohol اللي احنا بنستعملها كفيهيكل بالpharmaceutical formulation إذا بتتذكروا من مادة الصيدلانيات المفروض إنه احنا ما بيكون تركيزها عندي يساوي 100% وإنما يوجوالي عادة بيكون عندي تركيزها عبارة عن 70% يعني إيش؟ يعني 70% كحول والباقي منه عبارة عن إيش؟ بيكون عبارة عن water. So the availability تاعت الwater بالفيهيكل مثل ما أنتم بتعرفوا it could be enhanced the growth تاع الميكروأورجانيزم. لذلك usually the preparation it should be containing and preservative. هلا the common type of the preservative which is used في الformulation في عندي variable choices. طبعا ممكن نستعمل الكلوروبيوتانول بتركيز 0.5% او ممكن نستعمل اللي هي التايمروزال بتركيز 0.01% او even ممكن نعمل combination ما بين البروبايل والميثايل بارابين. also الانتي اوكسيدنت مثل الصوديوم باي سلفيت ممكن نستعملها عنا بالبريباريشن. بالنسبة عنا للباكيجينج تاع such type of the product. هلا الباكيجينج تاع such type of the product usually الفورميلا تاعتي بتيجي معباي عندي في قلب جلاس أو بلاستيك كونتينر و usually التوتال فوليوم من الفورميلا اللي بيكون معبى عندي بالكونتينر اللي هو بتراوح عندي ما بين 5 إلى 15 مل والكونتينر بيجي عندي فتت طبعا مع specific dropper to facilitate the application في الاير كانال. حكيت ببداية المحاضرة إنه كأوتيك بريباريشن الموست فريكوينت فورم منها افيلبل از سوليوشن, لكن حكيت بنفس الوقت ممكن يكونوا عنا افيلبل از suspension وفي some of them available عنا as ointment. وبيزيكلي إذا بتتذكروا هلا وأنا عم بشرح لكم حكيت لكم إنه الointment most commonly عادة اللي هو بيكون available عنا للأنتي inflammatory otic preparation اللي هو basically بيكون موجود بالفورميلا عندي corticosteroid طبعا in combination مع إيش corticosteroid in combination مع البيكل اللي هو أسوأ كأكتيف إنجريدينت كورتيكوستيرويد. تمام. بالنسبة عندي للسسبنشن طبعا السسبنشن كبريباريشن فور الأوتيك أدمينستريشن usually عادة it is not preferred by the patient. ليه؟ لأنه أنا في عندي differences ما بين the variable type of suspension formulation for the otic formulation.
الديفرنسز هاي بتكون عندنا نتيجة اختلاف الانأكتيف انجريدينت أو الانرت انجريدينت اللي بتنضاف عندي على الفورميلا اللي هي يوجوالي بتكون عندي equivalent في المفروض الأماونت تاعتها وequivalent في السترينج تاعتها عندي للأكتيف انجريدينت. لذلك يوجوالي اليوزز تاع السسبنشن زي ما حكيت بيكون عندي اللي هي discomfort أو causing discomfort for الpatient. في عندي اللي هي الميثود اوف ذا ادمنستريشن. حكيت لكم انا عندي اكوردنج للميثود تاع الادمنستريشن بالنسبه عنا للاير ريموفال اير دروب هي عباره عن بريبريشن ويتش از انتندد تو بي انستولد في الاير كانال and finally intended to be اللي هي removed from the ear by using soft rubber syringe. أما بالنسبة لل anti-infective, anti-inflammatory and analgesic ear drop لما عبارة عن type of the preparation which is intended to be inserted في قلب الإير كانال and lifted في قلب اللي هي الإير كانال. طبعا نفس الإشي بالنسبة عنا للـ administration of the product. إذا أنا عم بحكي عندي insul ointment وبالنسبة للـ suspension, هلا بالنسبة عنا للـ liquid أنا بحكي على direction for administration of the liquid eardrop. هلا الـ liquid eardrop أصبح عندي basically في منها two form, يا إما بتكون suspension يا إما بدها تكون عندي عبارة عن solution. تمام؟ بالنسبة عنا للسوليوشن طبعا اللي هي حكينا سواء سسبنشن سواء سوليوشن اتفقنا انه راح تيجي معباية عندي في قلب جلاس او بلاستيك كونتينر بفوليوم معين من 5 الى 15 مل. طبعا اللي هي الكونتينر بيجي معاه فيتد دروبر. طيب هلا البيشنت اول شيء اذا كان البريبريشن عباره عن سوليوشن الفارماسيست شود بي دايركت البيشنت انه يعمل وورمنج عنا للكونتينر باي الهاند بيفور الابلكيشن. هلا اذا كانت البريبريشن عباره عن سسبنشن كمان نفس الشيء الفارماسيست شود بي دايركتنج البيشنت لازم يعمل ويل شيكينج للبريبريشن اللي هي بيفور الويذدرول تاع الفورمولا ثرو الدروبر. بالنسبه للستورج طبعا all of the preparation تعون الاوتيك preparation كلهم سواء كانوا ointment سواء كانوا solution سواء كانوا suspension كلهم they supposed to be stored be safe place طبعا away from reach of the children وكلهم they supposed to be protected again from an excessive temperature. ولكن usually عادة بالنسبة لـ temperature for storage حسب ما انتم اخذتوه بالعملي we should be maintain the otic preparation at room temperature ولا maintain it at اللي هو الريفريجريتر. ها هاي نور دكتورة at room temperature we should be kept it at room temperature. طب ليش we are kept it at room temperature؟ ليش ما حطوا بكول بليس؟ ايش المشكلة؟ هاي رامي دكتورة ممكن تزيد الفيسكوسيتي للبريبريشن يعني؟ هلا بتزيد عندك الفيسكوسيتي متى؟ إذا كانت الفورميلا تاعتك كلهم سواء كانت سوليوشن سواء كانت سسبنشن كلامك صح بتزيد الفيسكوسيتي تاعت الفورميلا ولكن متى؟ إذا كانت الفورميلا أي رامي؟ suspension suspension أو أنت عندك ثلاثة صح؟ suspension solution ointment so ممكن تزيد الفيسكوسيتي إذا كان suspension أو إذا كان ointment. طب وإذا زادت الفيسكوسيتي إيش المشكلة؟ بصير صعب الابليكيشن
بالضبط بصير في عندي difficulty بالابليكيشن بلس انه الاسبريدبيليتي تاعتها على التشو راح تكون عندي جدا ضعيفه. بالنسبه لل الميثود اوف ذا ابليكيشن طبعا هلا بالنسبه عندنا للميثود تاعت الابليكيشن تاعون الاوتيك دروب اول شيء زي ما حكينا الاوتيك دروب ويل بي ادمنستر وير الهيد تاع البيشنت بيكون عندي في الابرايت بوزيشن ولكن بيكون عندي تيلتد باي يعني ميل بزاويه 45 ولحتى اعمل فاسيليتيشن للديب بينتريشن تاع الميديكيشن تو انسايد الاير كانال في حاله الادلت اللي هم اباف ال 3 يير اولد الاير لوب ات شود بي بولد ابورد اند باكورد. أما في حالة children اللي هم below 3 year old كمان to facilitate the deep penetration تاع medication to inside the ear canal نفس الإشي the ear loop it should be pulled ولكن بدل ما أجي أسحبها up and to backward بسحبها عندي اللي هي down and also to backward. بالنسبة ل some of preparation حكيت اللي هي which is specifically used as anti-infective, anti-inflammatory otic preparation حكيت ممكن تكون عبارة عن combination من acetic acid ب specific type of the vehicle أو هي عبارة عن boric acid ب specific type of the vehicle. هلا such type of the preparation اتفقنا إنه قيمة ال pH value تاعتهم بتكون عندي low لذلك بيعملوا acidification للتشو. Such type of the preparation طبعا upon الانسيرشن ممكن يعملوا عنا اللي هي بين ويوجوالي presented عنا by stinging بحس في البيشنت لذلك انا I should be the pharmacist I should be also اللي هي احذر البيشنت او اعطيه اللي هي pre-warning انه ممكن يصير معاه stinging upon الادمنستريشن. بالنسبة عنا لل period of the time for the uses of otic drop طبعا انا عندي ال period of the time تعون ال otic drop بتختلف عندي حسب ال preparation وحسب ال clinical condition for what this ear drop it is used. يعني مثلا لو انا جيت على ال anti-infective ear drop هلا مش ضروري انه ال patient يخلص كل ال amount اللي موجوده عندي بالكونتينر ولكن كستاندر فعليا ال period of the time لحتى ال patient يبلش يحس عنا ب امبروفمنت للسيمتوم لازم يعمل كونتينيو للابلكيشن تاع البريبريشن فور ا بيريود اوف ذا تايم تتراوح عاده ما بين 20 الى 30 يوم بلس انه بعد ما ينتهي اللي هي السنسيشن باي البين يعني بعد البيريود اللي هي 30 يوم حكينا بيريود بده يستعمل كونتينيوسلي من 20 الى 30 يوم. هلا بعد ال 30 يوم هدول المفروض انه تبلش تختفي عنا الساين تاعت الاير انفكشن اللي هي الاوتيتس ميديا. هلا بعد ما تختفي الساين اللي هي بعد ال 30 يوم لازم البيشنت كونتينيو فور انذر 3 داي اولسو يوزنج ايش يوزنج الانتي بايوتيك اير دروب. بالنسبه عنا لل الاذر اللي هم الانتي انفلاماتوري اللي هم انتي انفلاماتوري جاست اونلي انتي انفلاماتوري اللي فيهم كورتيكوستيرويد زائد انالجيسيك ميديكيشن ما فيهم انتي بايوتيك. هلا يوجوالي هدول البرودكت اللي هم زي ما اتفقنا بنستعملهم في حالات الاوتايتس اكستير او بالضبط اللي هي الاوتايتس ميديا كمان نفس الشيء لازم نستعملهم فور ا بيريود اوف ذا تايم تتراوح عندي تقريبا ما بين 7 الى 10 ايام. البيشنت شود بي دايركتد كمان about the proper غير the proper method of administration should be directed about the frequency of the administration لانه ال ears او الاوتيك بريبريشن هي عباره عن بريبريشن which is also مثلها مثل الاوبتالميك بريبريشن which is intended to be administered frequently لكن مين اللي بيحدد for how many أو كم الـ frequency of الـ application usually الـ physician who he أو she the one who's determined the frequency. Sometime
طبعا في عنا بعض الشايب ممكن يصير في عندهم انفكشن في الاير كانال نتيجه الانترابمنت تاع الووتر افتر الشاورينج او افتر السويمينج. طبعا هون في عندي سبيسيفيك دايركشن ات شود بي جيفن فور البيشنت فور التريتمنت اوف ذا سوتش كونديشن من المين دايركشن ويتش شود بي جيفن اللي هي انه البيشنت شود بي كونسلتنج الفيزيشن حتى يوصف له سبيسيفيك بروفيلاكتيك ميديكيشن ويتش از used during the swimming plus انه البيشنت supposed to be use ear plug لحتى يمنع عمليه دخول الووتر او الانترابمنت تاع الووتر during the swimming او during showering plus كمان انه after خليني احكي مثلا after الشاور او after the swimming صار في عندنا انترابمنت لا specific amount of the water inside the ear اللي هي بتسبب عندنا patient عند child. هون actually to treat the condition هاي بدل ما اجي استعمل عندنا topical otic preparation ينصح هون انه احنا نستعمل اللي هي الدراير. طبعا الدراير بيكون ستد عندنا على low speed لحتى نعمل عملية إيش اللي هي quick removal لل accumulated water inside the ear من غير ما نسبب عنا trauma to اللي هي الإير. وطبعا أكيد بتعرفوا لأنه الستريم تاعت الإير طبعا بنستعمله على البارد ما بنستعمله على الحامي لازم الدراير هون also keep at اللي هي suitable distance away from الإير لحتى زي ما حكينا ما نسبب عنا damage للديليكيتد تيشو تاعت الإير درب. تمام دكتور حكيت على فترة العلاج. نعم لما حكيت على فترة العلاج حكيتي من 20 ل 30 يوم. هي لا هم حكي انه ما بنقدر نستعمل القطرة من 20 ل 30 يوم. ايش هي؟ الانتي انفكتيف صح كلامك انا اسفه ما بتقدري تستعمليها يس يعني كدروبر ما بتقدري تستعمليها فور لونج بيريد اوف ذا تايم صح كلامك انا اسفه غلطت فيها.